أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناة أسرار آدم. اليوم راح أعملكم أكلة تشيكن برجر على طريقة الجي اف سي. عندي هون 600 جرام من الدجاج المسحر من دون جلد، راح أحطه هلا تقطيعات شوي بس لتتفوت بالمكنة. بدي أفرمها على الخشنة. إذا معكم هالمكنة الفرامة فيكم تفرموها على مكنة الكبة بس ما تنعموها كتير. هلا وهلا عم جهزهم للتشيكن برجر: بطاطا مقلية وسلطة الخس مع المايونيز، كاتشب وماستر، خس أجنبي وخيار كبيس وبندورة. رح أجيب هلا أعملهم كمان كلهم. أصدقائي، بالنسبة لمكونات التشيكن برجر أو برجر دجاج، هي عبارة عن نص ملعقة كزبرة ناعمة، ملعقة كبيرة كرافس، نص ملعقة صغيرة بهار أسود، ملعقة صغيرة بابريكا، وربع ملعقة صغيرة حر أو تشيلي أو كتير، نص ملعقة صغيرة كمون، ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب ل 600 جرام دجاج، نص ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة بصل بودرة. بستعمل لها 3/4 ملعقة الطعام صويا صوص و3/4 ملعقة الطعام، يعني بيطلعوا تقريبا ملعقتين صغار ماستر أو خردل، وبحط اللون بريد كرامب أو فتات الخبز المنشف، ملعقتين كبار او ملعقة كبيرة الزيت. مهم بالحالة هذه نستخدم ملعقة او ملعقتين لانه الدجاج اساسا ناشف، وخصوصا يعني عم نحكي عن صدر الدجاج. رح نبتدي هلا نحط لهم المكونات ونخلطهم مع بعضهم. ما بكتر كتير ملح لأنه رح أحط صويا صوص. ماستر أو خردل. صويا صوص. تقريبا محدود ملعقتين الا شوي طعام زيت نباتي. بريد كرام. ثلاث ملاعق طعام فتات الخبز او بريد كرام. هلا رح احركهم مع بعضهم كلهم، اجبلهم. أكيد بلبس كفوف بإيدي المتوفر عند أي نوع كفوف، وبجبرهم بإيد بيكون أحسن. بيفضل دايما إنه تشيكن برجر أو برجر الدجاج ينحط بالفريزر لمدة شي نص ساعة أو ساعة قبل ما نقدمه نقليه يعني أو نشويه، أو نحطه بالبراد شي ساعتين ثلاثة. وهو معروف إذا كل ما طولنا عليه أكتر كل ما بياخد الطعمة أكتر وبصير أطيب، يعني فينا نعمله قبل النهار وتاني يوم نشوي أو نقليه. فعلا ريحة شهية جدا جدا. أصدقائي، بدي أعطيكم معلومة
ملحوظة هيك. هلا أنا في عندي قوالب بأحجام مختلفة بتناسب الخبز اللي عندكم، إذا كان خبز عم تستعملوه كبير الحجم ولا أصغر. وهذا القطر تبعوله والغمق تبعوله غبقه تقريبا بحدود 14 ملي، يعني سنتي ونص تقريبا. هلا فيكم تستخدموا أي قالب عندكم من أي تانكة مشروبات غازية أو بلاستيك، تقصوها بغمق سنتي ونص أو 12 ملي وتحطوا فيها. هلا المعلومة اللي بدي أعطيكم إياها، إذا عم تعملوا أنتوا بحدود 2 أو 3 كيلو أي نوع من البرجر، بنصحكم حتى ما يصير في تخبيص ويخبصوا فوق بعضهم البعض، كل مجموعة بتعملوها لوحدها بتسكروها بتحطوها أو على كلينج فيلم غذائي، ورق نايلون غذائي، أو على ورق للطبخ لغير لاصق، بنحطهم عليها بنفوتها على الفريزر. قديش عنا بالساعة الفريزر بمساحة مسطحة بنحطهم فيها، والباقيين بنحطهم بالبراد. بعد بحدود تقريبا بالساعة لساعتين بنشيلهم من البراد، بيكون اللي حطيناهم بالفريزر اوريدي فرزوا جمدوا، فينا نعمل مجموعة تانية ونحطهم فوق منهم. بهالطريقة هيك ما بيخبص، بضلوا محافظين على شكل حلو فوق بعضهم البعض. هلا حفرجيكم كيف بنعمل بقلب القالب. إذا بدنا إياها بأقل حجم نعملها أقل حجم، بس صدقوني الهامبرجر أو الشيكن برجر مفروض ينعمل سميك، بيطلع أطيب وبتم بيطلع لقمته هنية أكتر بهالطريقة. هاي بكون أنا عم شكل القالب، بحط بكبس شوية صغيرة بالملعقة وبشيله بدون ما أدهن لا زيت ولا حدهن شيء أبدا نهائيا، مثل ما هو هيك. بحط عليه شقفي اللي هي التانية اللي أنا عملتها قصيتها مدورة بهالطريقة هاي، بشيلهم بالفريزر. ليك السماكة تبعيتها قديش بتطلع رائعة جدا، خصوصا بس عم بواحد عم ياخد الكاتشي معبية لحمة طيبة مش رفيعة ما بحس فيها الواحد، تنشال بالفريزر. رح أعملكم هلا وحدة تانية بقالب تاني وعلى الميل اللي فيها شكل مضلع، كمان طلق فرجيكم كيف بتطلع منظرها. بنحطها على ورق نايلون او كلينج فيلم، ورق غذائي نايلون غذائي، وحطيناه على ديسك للتقطيع. لحتى هلا نقص بنكبسها شوي بالملعقة لتاخد الفورم، بتعرف انه الاكل منظر، تلات ارباعه العين بتشبع، العين بتشتهي كمان. بهالشكل هاي نكبس كبس صغيرة وطلعت. مثل ما قلت لكم ما بنحط زيت، ما بنحط شيء، ما بحاجة، ما في داعي. لفرجيكم للشكل كيف بيطلع. هلا حقصها من هون هيك، وحقص الشقفة التانية نفس الشيء نفس الحجم، حطها من فوق لفرجيكم كيف بتكون منظرها. هذا المنظر تبعنا كمان حلوة، منظر راقي ورائحة جدا شهية. شيلها على جنب، برجع بفتح ورقة تانية نايلون، كمان بقص شقفة. بحطها فوق منها بهالطريقة هاي وبسكرها بدون ما احط اي جهد او اي ضغط ايدين عليها. بهالطريقة هاي كمان بشيلها بالفريزر، مثل ما اتفقنا مثل ما حكينا انه ما بحطهم فوق بعضهم لحتى تفرز اول مجموعة. هلا بنرجع اصدقائي بلاقيكم مرة تانية لنبلش اقلي وكيف نعمل ساندويش جاهزة. النص كيلو تقريبا عمل لي 7 حبات كبار سمك. هلا هول اللي شلتهم من الفريزر، بس نشوف صار هيك شوي صغير هون بياض بنقلبها.
ليك من منظر ذهبي رائع تعطي. في احجام عملتها اكبر من احجام، مش كده انه في حجم مش ما في قالب. هلا حفرجيكم كيف طبق ساندويش التشيكن برجر. حطينا بلبخ خسي، هكون في عنا بصلة هندي كتير طيب معه، كبيس خيار، بندورة، ونحط ماستر، شوية ماستر هلا، كاتشب. يعني هذا الشيء بيرجع لكم نظركم قديش بتحبوا تحطوا الكمية. بحب مع سلطة المايونيز يكون بقلبها. هذا هو أصدقائي الصحن تشيكن برجر، فيكن حد منه تقدموا صحن بطاطا مقلية. وألف صحة وعافية إن شاء الله يا رب، وبنشوفكم إن شاء الله بالحلقة المقبلة مع طبخة جديدة وشهية طيبة للجميع.